حاسب يا حسونة، هتتخبط كده. بطل بقى يا فارس. أني الحاج عليا أني بساعدك. لا يا حبيبي، أنت عاوز نخسر عشان تقول لي هتدوري؟ يا باي عليك. بعدين بقى يا فارس، اهدى مال وريح نفسك، أنا مش هخسر قبل ساعتين تلات. أنا حريف، ده أنا حسونة. حريف عشان ما بتعملش حاجة غير إنك بتلعب طول الوقت. وإحنا المفروض يا حسونة جايين النهاردة عشان نلعب سوا، مش تلعب لوحدك وإحنا نتفرج عليك. يا سلام، طب ما أنت بترسم وإحنا قاعدين نتفرج عليك، ما اشتكيناش يعني. ولو بتتفرج عليا صحيح، قولي أنا راسم إيه. لما خلص لعبة هبقى أقولك. أنت مش بتقول حريف، يعني تقدر تبص بسرعة للرسمة تعرف هي ايه وترجع تلعب من غير ما تخسر. طبعا اقدر، امال ايه. عجبك كده؟ اديني كسبت اهو. واني كسبت؟ كسبت؟ اني هلعب الدور ده. ايه ده ايه الرسمة العجيبة دي؟ انت راسم كل واحد فينا لوحده ليه؟ عشان هي دي الحقيقة يا حسون. احنا صحيح قاعدين مع بعض في مكان واحد، بس كل واحد مننا بيعمل حاجة لوحده. لا، انا وفارس بنعمل نفس الحاجة وبنلعب نفس اللعبة. بس اللعبة دي للأسف ما ينفعش تلعبوها سوا، لازم كل واحد يلعبها لوحده. وانا نفسي نرجع نلعب الالعاب اللي احنا كنا بنلعبها زمان مع بعض. قاعدين تتكلموا لحد ما خليتوني مش مركز وخسرت اهو. معلش يا حسونة، كفاية كده، خلينا نلعب شوية مع بعض وبعدين نلعب بيه لوحدك في البيت. ماشي يا بكار، بس دي لعبة ايه اللي هنلعبها سوا بقى؟ استغماية. يعني انت كمان صاحي طول الوقت ده وعامل نفسك نايم وسايبنا؟ بالعكس، انا ما سبتكوش ولا ثانية. يا سلام، انا سمع كل كلمة قلتوها وقاعد افكر في لعبة نكون ما لعبناهاش من زمان وفي نفس الوقت ينفع نلعبها كلنا. ها قلتوا ايه؟ موافقين. موافق طبعا.